والنفس الكلام ده قال ود البلة بتاع انصار السنة المركز العام ومناهجهم كلها واحدة، مركز عام إصلاح عبد الحي سلمان العود العريفي كل مناهجهم واحدة، النازل ده الأخوان مسلمين كلهم أخوان مسلمين، لابد تعرف الحقيقة دي انت. وما سلفيين، والسلفية منهم براء وهم بريئون من المنهج السلفي الصحيح أبدا. ود البلة جابوه في مناظرة مع الخنجر، والخنجر طبعا حريف جدا، لقى جماعة دي الحمام ميت بقى يطق البيو، كل ما يجيبوه في التلفزيون لمناقشة قضية في التوحيد أو نشر إلى الكفر والشرك قاعد ينشروا الخنجر الصوفي، يقول لهم بس ود البلة عليكم الله يجيب ود البلة كل مرة. انت ما تجربنا شوية عشان نطرشك التلفزيون ده شت، والله تاني بإذن الله ما تجي في التلفزيون ولا في الراديو ولا تجي سوق الخدار. ما شفت عمك اللي كان شغال بجاي طبش ولا ما طبش بفضل الله جل وعلا. لكن الخنجر حريف بيعرف يختار منه، يعرف يختار منه، قال دار ود البلة جاب ود البلة. ود البلة أول حاجة هرب ذاته، هرب الطائرة التوم، ما طبعا زول في النادر يمرر شغلته، جايب ثلاثة كراسي كرسي للخنجر، خنجر قاعد يعمل كده أنا ما أربط لو ليه زي الصارقين، والطائرة التوم قاعد في الكرسي الثاني، والكرسي الثالث جايبين لون الكرسي أحمر عشان يكون ظاهر للمشاهدين، وجايبينه فاضي وقالوا ده كرسي ود البلة المفروض كان يجينا ممثلا صار السنة. فضيحة ولا ما فضيحة؟ دقوا له تلفون قال لهم والله معليش المفروض كان اجي وكلموني متاخر وانا الان مسافر. افتقدناك يعني داخل الاستوديو. والله يا اخي الله الخير، انا حقيقه بس يعني علمت متاخر وكنت على سفر يعني وما زلت. والله انا لو مسافر لكوكب زحل وسمعت انه الخنجر ده جا التلفزيون بنزل بباراشوت او هليكوبتر في راس التلفزيون وراس الخنجر ذاته جوا جوا التلفزيون، اركله فوق الترابيزه ذاته. عرفت كلامه ولا ما عرفت؟ محتال مستقبل. قال لهم وانا الان والله عندي بعض الحاجات، الحاجات دي شنو اهم من دعوه الله؟ الحاجات دي شنو اهم من دعوه التوحيد والدفاع عن التوحيد؟ هي شنو؟ دار نعرفها دي الاهم من دعوه الله دي شنو؟ المسافر ليها؟ كذاب. قال والان انا مسافر، قالوا لي خلاص تشارك بالتلفون. الخنجر قام الطائره التوم قال لها يا ود البله ود البله، قال لها ود البله طبعا الصوفيه قالوا ما دارين التوحيد في المقررات ودار يحذفوه، ده خلاصة الكلام انا بديك له، ودارين يحذفوه كده وكده، ما رايكم كجماعة انصار السنة؟ ود البلة قال احنا بنعرف شيوخ الصوفية كلهم وبنعرف الطرق الصوفية كلها، والصوفية ما طالوا بالكلام ده بحسب التوحيد، قال دي جهات خارجية. الإشارة إلى موضوع الفتنة باعتبار إنه هناك أيدي خفية ومن خارج السودان وجاءت وتكلمت في موضوع المناهج وصرحت في مناظر عامة، فبالتالي من هنا يعني المقاصد العامة والقضايا الكلية التي تشير إلى هذه. لا ما في ذلك أيدي خفية، الجماعة الطرق، نعم. الطرق الصوفية دكتور محمد تحتج، نعم. على هذه المسألة، ودو طرق صوفية سودانية معلومة ومشايخة معلومين، شنو تدخل الأيدي الخفية في حذف الدرس؟ لكن الطرق الصوفية والقيادات المعروفة، مشايخ الطرق الصوفية وكبار رجال الطرق الصوفية، لم نسمع منهم رأيا سالما في هذه المناهج. الطائرة التوم والخنجر بقى يضحكوا فيه، الخنجر طيب قاعد هنا ليه؟ يبيع ترمس وجاي هنا عشان ما داير التوحيد، داير الشرك، عشان كده جاي هنا. تقول دي ما صوفية، دي جهات خارجية، وده نفس انا دار اربط ليك عشان اوريك انه نازل واحد كلهم اخوان مسلمين، نفس كلام محمد الامين اسماعيل في مولد الخليفه ام درمان لما الصوفيه فلقوا خيمه انصار السنه بالحجار، اهو ده جيش الصوفيه وديل انصار السنه كانوا قاعدين 90% جروا 10% دعووا، اهو ديل الصوفيه فلقوا فيهم، والوقت داك نحن لسه معاهم شويه كده، سوقنا طلاب الجامعات قريب 500 طالب بالحفلات، مشينا ثاني يوم المولد خيمة انصار السنة، قلنا يا اخي ننصرهم الوقت داك، وقفنا حرسناهم حاوطناهم، اسماعيل عثمان جاء اول كلمة قالها قال الصوفية اخواننا وما عندنا معاهم مشكلة، محمد الامين اسماعيل سألوه قال
قالوا لا ضربوكم في المولد ديل الصوفية؟ قال لا ديل الشيعة. الناس يا جماعة الناس ديل بيغشوا في منه يخادعون الله وهو خادعه. ديل دار يخدع الله ويخدع الذين آمنوا، لكن والله الناس ديل من أكذب البشر على وجه الأرض. والآن ربنا كشفهم لنا بفضل الله جل وعلا.